يقول السائل: المسجد بجانب البيت والتلفاز يرفع أذان المغرب قبل المسجد بثواني أو دقيقة، فهل يسقط لنا الإفطار مع التلفاز أم ننتظر أذان المسجد؟ نعم يا أخوان، الإفطار هو بغروب الشمس، وهو أمر يعني ظني عند بعض الناس، سواء نص دقيقة ربع دقيقة ما يضر. لو أفطرت المغربة الشمس وأقبل لي منها هنا أفطر الصائم.